المنطقة هي منطقة إمليل أسني إمليل، يعني ملي تكون جايين من مراكش تندوزوا لأسني، من بعد أسني تنوصلوا لأمليل. أمليل هي الممر نحو جبل تقال، يعني تندوزوا على شمهاروش على غوفيج. قبل ما نوصلوا لغوفيج تيكون باساج ديال لي جوندارم، تاني تيديروا كونترول تتحط لاكارت ناسيونال ديالك. نظر لديك الفاجعة اللي وقعت في هذه المنطقة ديال توقال، هذوك جوج سائحات اللي كانوا قتلوهم. المهم هذه في بانوراميك ديال أمليل. شوف الديور كلهم وسط واحد الأشجار اللي متميرات، يعني واحد المنظر صراحة جد رائع. وهذه الدار اللي كريت فوالا، ما زلت نوري لكم من الداخل. 120 درهم فيها بيت ديال الناس وصالون كبير ودوش كوزينة، وكما قلنا اثمنا مزيان. دابا اوني في لا بيريود ديال مارس تيكون شويه الدنيا هنا رخيصه. ايوا تنكمل معكم، ان توجه كاين واحد السيد هنا اكيد غنوصل انا وياه المنطقه او المحطه ديال شمهاروش. بغيت دابا ندير واحد سونسيبيليزاسيون، يعني عمليه تحسيسيه، ومن بعد ان شاء الله عاد ملي يكون بري تاني نتريني واحد شويه، تاني ندير اكثر لا مارش في الدار ديالي، تاني في المنطقه ديالي تيرا. لان المشكل اللي تيوقع هو احيانا كاين اشخاص ما عمرو ما دار لا رياضه لا يديك لا يخليك، وتيجي تيبغي يطلع الجبال، وبالتالي تيقدروا يوقعوا عليه مشاكل كثيره. يلا تتم من بعد. هذا معايا هاد السيد سميتو ابراهيم، ولد المنطقة. ابراهيم اش؟ بوردة دوار مزي. دوار مزي تيكري في أمليل، تيكري الماتيريال ديال التسلق ديال الجبال، وتيدير قيد، وعندو الرخصة ديال الجيد، يعني تتكون غادي معاه في امان الله. امان الله ماشي غادي مع واحد ما عرفتيش شكون هو، ما عرفتيش منين جا، يعني وتحت تا ريزيرفينا ومشى معايا كريت ابارتومون، واحد المحل متوسط وتمام تا هو ثمن مزيان مناسب 120 درهم. ومشينا ريزيرفينا واحد الطاجين، دابا تقريبا 12:40 دقيقة خايدي الاتجاه ديال شمهاروش، ياك؟ شمهاروش شمهاروش تقريبا واحد الساعة شحال سي براه؟ 4 السوايع لا من هنا لشمهار وشحال ديال الوقت؟ من إمليل حتى المشي ساعة ونص ديال الكريك، ساعة ونص نمشي ومن الساعة غادي نهبط. هبوط ساهل؟ سهلة. قال لك ساعة ونص تقريبا ديال الطلوع، ونص ساعة ولا 40 دقيقة كاع ديال تقريبا نصف الوقت. حيت كاينة ملي تكون نازل ما تتكونش مقاومة ديال الطلعة. هو سنستمر إن شاء الله.
بالنسبه لهنا كاينه شجر ديال القرقاع. اييه وغنشوفو شوف هاد الشلالات لاحظوا صراحة مناظر جد خلابة. الغريب هو أن الناس من دول بعيدة الغرب ثاني دول مختلفة تيجيو تيشوفو الخيرات ديال البلاد، وحنا الأولاد البلاد ما ديما خالطين نفسنا العراق. لهذا تنصح الجميع ياخذ من وقتك، خذ من وقتك وسير شوف هذه المناطق وما يتندمش. أول حاجة أنت تدير أنت غادي طالع الفوق مثلا تشوف هذه المنطقة ديال الشمهر واش اللي باغي يمشيو ليها، هناك اسم محاولة باغي شوية تحرك تحرك شوية حتى ما تريليش. إذا غنحرك أول حاجة تدير الرياضة، ثانيا تستكشف المنطقة، ثالثا علاج نفسي، رابعا تتعرف على الناس ديال المنطقة تيشرحوا لك كل مكان بالضبط شناهو الخاصية ديال كل مكان. هذا واحد مجموعة ديال الأشياء اللي تتربحها هنا إلى حين استمرار في المسيرة ديالنا. مرة تنقطع وتنعاود ندير تعليق، وكاين دي باساج هنا اليوم واضحين. السلام عليكم. لاحظنا هنا كاين الكودرون هذا على حساب سي ابراهيم اللي مرافقني دابا. السلام عليكم. واحد من الشباب اهلا خويا بخير. على حساب سي ابراهيم قلت لكم اللي مرافقني. حتى مع الناس اللي تيجيو يديرو يزورو بحال دابا بالنسبة لشمهاروش كاين اللي تيجي بالطوموبيل ما فيه اللي بقى يتمحل يطلع لاجلي هاد المسافة، شنو يدير تيمشي بالطوموبيل أو تيمشي بشي وسيلة طاكسي ولا أي حاجة تيوصل لجهة شمهاروش والبغال على حساب العدد ديال الناس يرسل ليهم تينسق معاهم على حساب العدد ديال الناس يرسل ليهم العدد ديال البغال تيهزو معاهم الحوايج تيجيبوهم أو تيزيد يطلعهم تما تيطلعو تيرو فيش ولا فيش بلاصة تيش مهم المهم تيزيد ليهم قدام. لاحظوا ان الماء دائما هاد الطريق اللي غادا طالع لشمهاروش ولا غادا للتوقال الماء غادي دائما في الجنب في جنب الطريق. انت غادي وتسمع الصوت اللي صراحة واحد السنتورية اللي هي ديال الخالق وتشوف فيها الماء تشوف فيها العظمة ديال الله تشوف فيها الجمالية ديال الأرض. وصيف دابا حنا تقريبا في بين حنا في الشهر وثلاثة الصيف الدنيا كلها تجول خايفة، السنة اللي تكون فيها الشتاء كيوليو الشهر كله وعاد الأشجار تكون ديك المثمرة كاين الأشجار اللي تتعطي
الثمار ديالها في الصيف لما تعطي الزهور في هذا الفصل والصيف تعطي الغلة ديالها. لاحظنا هذا الغلة القرقاع كاين القرقاع وكاين التفاح، التفاح ما كاينش دابا دابا هزنا الماء ما ناكلوش التفاح، دابا هزنا الماء ما ناكلوش التفاح. فوالا هذا هو صحيبي ابراهيم اللي قلت لكم. اش تقول للناس ديال اش تقول لهم باش يجيو يزوروا هنا؟ فين؟ بقال غادي يشوفوا ذاك الطبيعه صافي. اش يقدروا يشوفوا هنا؟ غادي يشوفوا غير الجبل. واش عاوتاني يشوفوا؟ شوف شوف الكاميرا يشوفوا الجبال ويشوفوا الثلج. ايوا الثلج وما تنساش لينا الثلج. ليش؟ ليش؟ والفواكه التفاح اللي قلتي. ياه كل شيء. والقرقع. والقرقع. ويتمشاو وياكلوا المعزي طاجين. وانت صاحبي دابا. تاكل على السي ابراهيم. ودابا انت. ان شاء الله. دابا ولد المنطقة وليتي تقول لي عيش الجبل. إذا عيشوا بزاف د الحوايج. وتشوفوا السي ابراهيم. راهو عنده الرخصة كما قلت لكم دائما تنعاودها. عنده الرخصة وتنخلي لكم التليفون ديالو. ملي تبغي تجي عيطوا ليه نسقوا معاه. ان شاء الله. تلقاه لكم ويوجد لكم الدار ويوجد لكم. تجي تلقى الغدا تلقى كل شيء موجود. ان شاء الله. ان شاء الله. انا كما قلنا السلام عليكم خويا بخير. كما قلنا شوف هنا هاد البلاصه شوف كيفاش خطره اللي ورايا هنا نمشي ليها. شوف اللوحه هنا الماء بارتو فين ما درتي كاين هذاك الدوار اللي كاين الفوق حتى هو من هادو من اللوحات انا بعداك اللي ترسمهم هاد اللوحات اللي تيتو غريني بالرسم صراحة اللوحات فيها اللوحات طبيعية واللون مع الجبل مع الثلج تعطيك واحد اللوحة اللي رائعة وتنكملو من بعد. ما كرهتش ندير معاهم شي حصة
شمهاروش مؤدية إلى الروفيج وبعد ذلك إلى قمة جبل توبقال. نذكر مرة أخرى قبل الشروع في التسلق دائما علينا أن نأخذ معلومات كافية قبل التوجه وعدم المجازفة، لأن كثير من الناس تظن أن تسلق جبال وساعات وساعات أمر هين، ولكنه ليس بالهين وكذلك ليس بالصعب، بل علينا أن نتدرب كثيرا، رياضة المشي، رياضة إذا كانت مثلا الجبال في المنطقة ديالنا أو الرمال، تنجرب نفوسنا بهذاك على الأقل واحد طوموا ثلاث أشهر قبل خوض هذه المغامرة. وبعد فاجعة ديال السائحات اللي كانوا تقتلوا ولا ضروري خاص يكون معك واحد مرشد سياحي أو أنجيد، ودي في ثلاث محطات كاين هناك تفتيش ديال الدرك، يأخذ من عندك البطاقة تتأكد للتأكد من الهوية ديالك واش كاين عندك شي صوابق إلى غير ذلك. وكما قلنا علينا التسلح كثيرا بأشياء مفيدة كالغذاء، ولكننا ناويين باش نطلعوا القمة خاصنا ناخذوا لباس المناسب على حسب الفصل، إذا كان صيف ماشي هو أيام ديال الشتاء ماشي هو أيام ديال الثلج، ماشي مسألة سهلة باش تلبس الصباط ديالك وتبدا غادي. فهناك كاين انزلاقات، كاين الحافة ما سهلاش، وجميل كذلك هو انت غادي طالع صعد وتسمع خرير ديال المياه، تتستأنس، كاين طيور والمناظر جميلة وصوت بعد قطعان من الماعز إلى غير ذلك. ومن بين الأشياء اللي ممكن نتناولها في الطريق هو مسائل مغذية كتمر، وكذلك شي حاجة اللي حلوة بحال البنان، وتناول بحال الماكلة اللي تنقاو الثلج، رغم أن هذا العام راه ما صابش الثلج بزاف ولكن تنقاو الثلج بصفة عامة. هذه المناطق اللي دابا بدينا نطلعوا ليها الفوق، هذا الجبل اللي الوسط، هذا هو جبل توبقال، هذا اللي الوسيلة اللي هنا وفاص معنا الفوق راه مغطي بالسحاب. وكما قلنا الطريقة كيفاش يطلعوا، أول حاجة تتكري الماتيريال أو تجيب صباط اللي عنده لتحت ما تيكريسيش، يعني سبادري تكون السوميلة ديالها شوية قاصحة، جاكيت ديالك، ساكادو ديالك، هادي إلا بغيتي تطلع القمة. تدوز في الأول من واحد لابريكاد، تتحط لاكارت، تيرجعو عليك، تتزيد، تدوز على شمهاروش، تدوز الغوفيج تتبات، تيدوزو الليلة تماك، كاين فيه واحد الوجبة ديال العشاء مع الصباح بكري، تيخرجو بعد ديك الربعة بحال هكا ونص، تيخرجو تيبداو تيطلعو البارتي النهائية، البارتي النهائية تال توبقال، يعني راه تقريبا واحد ستة سوايع تقريبا اللي على حسب اللي عارف، وعلى حسب السرعة باش تتحرك.
السلام عليكم. الله يعاون. الله يبارك فيك. صراحة ملي تنوقفوا أمام هاد الجبال الشهيقة تندركوا الضعف ديالنا وأن عظمة ديال الله تتجلى في خلق ديالو، القمة وهاد الشساعة ديال المكان، وتتحس واحد الإحساس مغاير تماما وأنت تتجول في أزقة المدن، بعيدا عن المدن تعيش كأنك طائر، كأنك شيء من هذا المكان. هنا كاين وصلنا للمنطقة ديال شماروش، هنا كاين الطيور بكثرة الغراض، وملي تنشوف واحد العلاقة بين هاد المنطقة هاد الوالي ولا هاد المكان اللي شماروش اللي هو على حساب تقول الأسطورة أو اللي يدعي الناس، هي واحد المحكمة تيقول لك محكمة الجن، أو هناك مدفون واحد الجن أو آب ديال الجن أو ملجأ ديال الجن إلى غير ذلك. إحنا ما عرفنا الصحة ديالها، ولكن راه دائما العظمة ديال الله والله هو الواحد القهار تتربط بين هالطيور هالطيور. هنا كاين هاد الماء، هاد الماء بواحد الوفرة، إذا كلشي الظروف هنا تتعطي واحد تقدر ما تبقاش هود المدينة، هاد الظروف كلها مواتية باش ممكن واحد الإنسان يعيش هنا، سواء كاين هناك علاج نفسي كما ترجعوا الأسطورة أو القصة ديال شمهاروش، هو الناس اللي عندهم أمراض نفسية تيجيو تيتعالجوا. تيجلس كاين هناك بيوت او منازل تيجيو يسكنوا فيهم الناس يوم يومين ثلاث ايام كل واحد شحال، هي حاله نفسيه. وحنا بعض المرات هو ما كاينش، بعض المرات ماشي كاينه شي حاجه سميتو مسطي او امراض عقليه، هو امراض نفسيه او احساس ديال التدهور النفسي ديال الانسان، وملي تيجي لهنا تيبعد كاع من المشاكل، الحاجه اللي ما تتعجبش او الحاجه اللي ما تتعجبوش تيبعد منه، وبالتالي تنسى هذاك الشيء، وبالتالي تيقدر تبدا تتعافى باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين، نرجعوا الله وتنشوفوا القمم ديال الجبل. أنا ياسير، أنا اللي نقل لكم هذه الصورة وهذه المناظر اللي هنا، أتمنى تكون كانت استفادة، أو أتمنى نكون ساهمت في التحفيز ديالكم باش أنتم بالدور ديالكم تجيو لهنا. ونزيد نكمل لكم، أنا جيت بوحدي، يعني قررت بالمسائل ديالي في طاكسي، كاين طاكسيات اللي تيجيبوا هذه المنطقة ديال آملين تيجيبوا ب 35 درهم، تتاخذ طاكسي 35 درهم تتوصل لآملين. آملين واحد الفيلاج حدا آسني، تدوز على آسني عند آملين، تتلقى كاين قهيوات كاين اوطيلات ديور، هذاك الشيء متوسط ولكن صالح تسكن مع راسك، فيه الدوش كاين كل شيء، كاين قهيوات ممكن تاكل تقضى، كاين تا الانترنت كاين اي حاجه اللي بغيتي. من بعد كاين الناس اللي تيقوموا معاك بواحد، يقدر تجي مع انجيد شخص اللي هو ولد المنطقة اللي مرخص له، ايوا تجي تزور المناطق بطريقة سيكوريزي بزاف. السلام عليكم. هادي غادي نشوفو
جا حتى داك البلاصه داك الباب ديال الشمال باش ترجع. وصلنا لهنا. هنا هاد البلاصه زائد على كاين الكرا ديال هنا ديال شي بيوت. كاين هنا بيوت على حساب اللي قال لي سي ابراهيم 35 درهم 50 درهم وزوين. تصور جالس بجنب الماء جنب الطبيعه صراحه كاين ما يتشاف والله الا كاين ما يتشاف. نحلفوا ليها. شوف هاد المياه هادي كي نازله. هاد المياه هو نتيجه ديال الذوبان ديال الثلج وتيتحول وتيولي تيولي ماء. على ذكر هذا المكان ديال شمهاروش كاين هنا كمكان خاص بالمسلمين. هنا ديال القبة ديال شمهاروش هو اللي كاين المسجد يعني هناك شي حاجه. هو مكان ديال العبادة بصفة عامة. وفي المغرب كل شيء تلقاو اولياء الله صالحين يعني الناس كانوا يعني هناك كاينه صله وطيده بين اليهود وبين المسلمين لان هذه المساله الخلوه او الميديتاسيون او الاخوة او بين الناس اللي كانوا تيتعايشوا يعني الناس تعزل في بلاصه ديالهم العقيديه او اللغويه او الى غير يعني تيقول لك باغينا نبعد على الناس ونعبد الله الوالي بواحد الطريقه باش دائما تاثير بغض النظر على شي يقول الدين الاماكن العاليه وديال العزله بعيدين كل الله دائما تيوصينا خاصنا نكونوا خاصنا نشوفوا الناس ديال الناس لان دائما الخير هو في الجماعه ديالنا. هذا خاص بالمسلمين. خاص بالمسلمين كما تنشوفوا هنا. وكاين باب اخر على ما اظن واحد الباب هو خاص باليهود تيجيو حتى هما كاين عندهم الموسم ديالهم وتيجيو تيقدموا هناك قربان او بالطريقه ديالهم. حنا ما داكشي بعيد علينا. وهنا بعد من العوده ديالنا الى امليل خدينا عاوتاني واحد القسط. كنا حاطين مريزيرفين الطاجين انا وسي ابراهيم وواحد سيته هو جا تغدى معنا. وهادي هي الدويره اللي كنت كاري. وتنتمنى باش ما تبخلوش بالاشتراك وتكونوا استمتعتوا. كانت الافاده عامه ونضرب لكم موعد مع شريط اخر وتكون استفاده وتنتشر الثقافه ديال لو بارطاج مع جميع. والسلام والى اللقاء. والسلام عليكم.